ما حكم السماح لطلاب تحفيظ القرآن بالخروج من المسجد بعد اذان العشاء وقبل الصلاة، ومنهم من هو دون سن السابعة؟ اذا كان خروجهم للوضوء يخرجون ليتوضأوا ويرجعوا الى المسجد، الذين تجب عليهم الصلاة البالغون، اما من كان في سن السابعة فهذا لا تجب عليه الصلاة، لو ذهب ما يكون عليه حرج لأنه ما وجبت عليه الصلاة، أما البالغ فلا يجوز أنه يخرج إلا إذا كان لحاجة لا بد منها ثم يرجع إلى المسجد ويؤدي الصلاة. نعم.